أحب أعرف من نفسي الأول، أنا اسمي رضا السيد. رضا السيد. شرف. أنا سواق، شكرا. أنا سواق بقالي 22 سنة. 22 سنة سواق باص، باص كبير. 20 سنة سواق تاكس. أنا دلوقتي حاليا بشتغل على الباص وعلى التاكس في نفس الوقت. وردية صباحية على التاكس وردية مسائية على الباص. باص كبير. هيئة النقل العام. وقابلتنا حاجات كتير قوي في سواقة التاكس وحاجات كتير قوي في سواقة الاتوبيس ومشاكل كتير في سواقة التاكس برضه ومشاكل كتير في سواقة الاتوبيس. وانا جاي النهارده ان شاء الله نقعد ندردش مع بعض شويه ونشوف اي واحد عنده سؤال او استفسار عن سواقة التاكس او سواقة الاتوبيس تقرر خطوه. ونبدا بالاستاذ رنا كان عايز يبدا السؤال. أنا اسمي مثل فوي. وأنا عايز أعرف العداد السياحي قانوني ولا لا؟ العداد السياحي بالنسبة للمصري مش قانوني. بالنسبة لأي أجنبي قانوني. بس إحنا بنستثناه ما بنشتغلش فيه لأنه يعني عادي. بنستثناه ما بنشتغلش فيه. والتاكسي كله ما فيهوش عداد سياحي. لا في بعض التاكسي فيه عداد سياحي والبعض الاخر ما فيهوش عداد سياحي، في عداد بس مش سياحي محلي. وازاي اعرف لو كان عداد سياحي ولا سياحي؟ العداد السياحي عايز اشرح لكم حاجه يا جماعه، العداد السياحي يبقى مقصود فيه حصان. ده يمشي عداد سياحي ويمشي عداد عادي. في زراير. في زرار يديك عداد سياحي. وفي زرار تاني يديك عداد عادي. تعرف ازاي اذا كان هو كسر لك الكسر السياحي او الكسر العادي؟ الكسر السياحي بتبدا ب 6 جنيه ونص، اول ما تصعد زرار يبان لك 6 جنيه ونص. اول حاجه. يبدا بعد 900 متر يعمل كيلو يبقى 7 جنيه. كل 200 متر يرمي نص جنيه، يزود نص جنيه. ده العداد السياحي. العداد العادي اول كسر 2 جنيه ونص. 900 متر كيلو يعمل 2 جنيه 75 قرش. بعد كده كل 200 متر يرمي ربع جنيه. في ايه؟ الابيض واسود ما فيهوش عدد خالص. ده بيبقى بالاتفاق بين الراكب وبين السواق. في حد عنده سؤال؟ اتفضل. ايه العلاقة بين تاكسي الابيض وقت ما تشوفيه؟ يعني هو سؤال حلو. بس كنت عايز ايه؟ التاكسي الابيض قلبه ابيض. احمد شفيق قلبه اسود. احمد شفيق انت ولا مصري؟ شفيق. شفيق قلبه اسود. اتفضل. حضرتك ممكن توصف لينا الظروف اللي يعني لما يعني لما تكون في التاكس بدها تسوق يعني طول النهار الظروف بتبدا ازاي؟ بصي حضرتك للاسف الحكومه السابقه خلتنا ما نفكرش في رغيف العيش. انا اكل ازاي؟ واكل اولادي ازاي؟ وادخلهم المدارس ازاي؟ واصرف عليهم ازاي؟ انا راجل موظف بشتغل على الاتوبيس دخلي كله حوالي 1200 جنيه. ال 1200 جنيه دول يا دوبك السكن والغاز والميه والكهرباء. ال 1200 جنيه ادخل اولادي مدارس ازاي؟ لازم يبقى في شغلانه ثانيه. اصرف على بيتي ازاي؟ فطبعا غصب عني انا بشتغل تقريبا حوالي 15 ساعه في اليوم او 14 ساعه. تقريبا. احنا بنامل ان شاء الله مع محمد مرسي والحكومه الجديده ان شاء الله ان العمليه تتيسر والمرتبات تبقى كويسه وما نضطرش نشتغل الساعات دي كلها عشان نقدر نعيش. هنا للاسف بلدنا مقسومه نصين، نص عايش يعني ما بيشتغلش خمس ساعات باخد ملايين ونص شيان باخد ملايين يعني مبالغ صغيره جدا. فده اللي بيخلي اغلبيه الناس سواقين تاكس بيشتغلوا شغلانه ثانيه. كل الحاجات دي بالنسبه للراتب. وكمان انا عاوز اعرف يعني انت بتحس ازاي؟ ايه الاحساس بتاعك لما
انا بنزل من على يعني انا بشتغل الروتين المسائيه الصباحيه على التاكس بفرش كويس، المسائيه على الباص والاتوبيس. انا بنزل يعني مستعد يعني اي حد يتكلم معايا ممكن اعمل معاه مشكله يبقى اعصابي خلاص ببقى تعبان جدا يعني. فيا دوبك بنزل خلاص ما فيش ليا يومين راحه في الاسبوع الخميس والجمعه او الجمعه والسبت باخدهم بشتغل نص يوم على التاكس ورايح نص اليوم التاني. هو ده بدون راحه بتاعتي. انما انا فعلا ببقى نازل من على الاتوبيس خلصان. يمتلك العربية السواق وشكل خاص بالمحافظة. بالنسبة لمالك العربية دي أشخاص مش شركات. أشخاص. آه. هو كان في مشروع اسمه تاكس العاصمة وده جاب عدد قليل من العربيات وما نجحش. كان في تقريبا دلوقتي مشروع تاني زي داخل برضه بيقولوا تاكس مش عارف يعني اسمه غريب كده بس هو تاكس العاصمة ما نجحش. فنزلوا تاكس الأبيض دوت. هو التاكسي الابيض ده هو نفس التاكسي القديم بس بروح اسلمه واجيب عربيه جديده اشيل الليله من هنا احطها هنا يبقى معايا تاكسي جديد بس ده كله خاص في الشركات. اه في سواق يمتلك يعني العربيه بتاعه؟ اه انا الحمد لله امتلكت العربيه دي بقى شهرين بس معايا بتاعتي الحمد لله. الحمد لله. في انت عايز تستفسر حاجات ثانيه؟ في سواق وفي مالك. أنا مالك سيارة دلوقتي. وممكن سواق يركب معايا العربية، يشتغل على العربية وردية 8 ساعات. الوردية ب 65 جنيه. 8 ساعات ب 65 جنيه. يجيبهم صاحب العربية. ويجيب العربية مفولة. مفولة بنزين. أو إذا كان الغاز مفولة غاز. وياخد هو اللي يطلع بعد كده. يعني فلنفترض إن هو عمل مثلا 100 جنيه. هيدي صاحب العربية 65 جنيه. ياخد هو 5 جنيه. الغاز مثلا لو غاز 5 جنيه ال 30 جنيه التانيين هيفضلوا له 5 جنيه للغاز بس؟ الغاز عندنا رخيص. اه انما المشكله العربيات البنزين. طبعا البنزين غالي. والغالبيه العظمى غاز لان في ظروف بلدنا دلوقتي والحاله الاقتصاديه اللي احنا فيها السوق مش شغال يعني شغل التاكسي مش كويس دلوقتي. مريح. فانا ممكن احط بنزين يعني مثلا ممكن اعمل 70 جنيه او 100 جنيه في الورديه احط 30 جنيه بنزين وهذا صاحب العربيه 65 جنيه انا فاضي 5 جنيه ما ينفعش. فالغالبيه الرفض ده شغال غاز ممكن يكون احسن بس هو الغاز مش صحي للموتور. الغاز بيبهدل يعني بيتعب الموتور جدا يعني الموتور لو عمره الافتراضي 250000 كيلو الغاز يعمل 170000 180000 الموتور. فالغاز مش على قد ما هو رخيص بس ليه عيوب تانية. كان في واحد بيسأل اتفضل. اه ايه اغرب حاجه حصلت في التاكسي بتاعك؟ لا سؤال تاني. ايه هو يعني اغرب حاجه حصلت في التاكسي بتاعك؟ بتاع انا؟ انت عايز تسأل معايا؟ هو انا في مره كان في رمضان انتوا عارفين رمضان عندنا في اخويا بنبقى صايمين فانا كنت مروح كان فاضل على تقريبا على المغرب ساعه وانا مروح لقيت واحد خارج من شارع انا ماشي في شارع رئيسي لقيت واحد خارج من شارع وجاي يجري حاسب فانا وقفت اشوف بتاع انا مروح مش عايز اشتغل فوقفت اشوف فيه ايه لقيت المدام بتاعته جايه ورا منه هي حامل يعني في بيبي وبعدين جايه تعبانه خالص في ولاده فانا يعني احنا يعني شعب خدوني بنحب نخدم فوقفت طالما الظروف زي ديت مش هروح هوديه المستشفى فلقيت المدام بتاعته جايه وراه وامه او امها يعني ست كبيره جايه وراه ركبوا التاكسي معايا فقال لي المستشفى ركبوا ماشي هو راكب جنبي والاثنين راكبوا ورا وهي قاعده تصرخ في العربيه تصرخ في العربيه تقول له انا خلاص حملت انا خلاص حملت الديك نازل الديك نازل وانا اقول له شوف المدام شوف المدام يقول لي يلا اصبر بسرعه بسرعه طب الطريق زحمه انا اعمل ايه؟ فالمهم قلت خلاص الجيب نازل خلاص وركبت على جنب وجبت الغطا بتاع العربيه وقلت لو انت خلاص انت وليديها جبت الغطا بتاع العربيه ووديت العربيه وهي بقى
امه والدته نزلت من دي فعلا في العربيه. بس كان في حاجه اسمها الالتهاب السري، ما نزلش مشكله. فاضطريت ان انا بقعد اروح المستشفى بيه. فانا وقفنا قدام المستشفى، هي لو اتحركت ممكن تتصاب مشكله في الوقت ده. فوقفت قدام باب المستشفى، الدكتور ما كانش عايز يطلع لانه ما عرفش الحاله ايه. فجوزها انهار ودخلت ساعه جوه في المستشفى وانا دخلت للدكتور. فالدكتور الوضع كده يعني ان هي ودت في العربيه. فهو طلع في العربيه عندي كمل حته دولابه عندي في السياره. وبعدين طبعا العربيه اتبهدلت جدا. وبعدين دخلوها المستشفى هم بقى، ويعني الراجل كان عايز يديني فلوس طبعا. انا رفضت حاجه زي كده يعني، قلت له لا خلاص انا مش عايز. وخدت العربيه واخدت اسئلتها دلوقتي في الوقت ده ب 20 جنيه. لا يعني موقف حصل معايا. في مواقف كتير، في موقف تاني برضه. احنا عندنا جماعه الصعايده، يعني تعرفوا يعني ايه صعايده؟ يعني فهمهم بسيط شويه. كانوا في المعادي ثلاثه وعايزين يروحوا محطه قطر بتاع الجيزه. فوقفوا تاكس وما رضوش يتفقوا، ما اتفقوش معايا يعني ومشي. وانا جاي قمت واقف، فقلت لهم رايحين فين؟ قالوا لي رايحين محطه قطر الجيزه. قلت لهم خلاص ماشي اركب. قالوا لي هتاخد كام؟ قلت له انت تدفع، كان معايا عربية قديمة ما كانش لسه عداد. لا انت تقول انت هتاخد كام؟ قلت له خلاص هاخد 25 جنيه. قال لي لا انا ما بدفعش غير 30. قلت له بتقول ايه؟ قال لي بقول لك كده، انا بروح ب 30 وباخد 30، مش هديك اكتر من كده. قلت له خلاص يا عم عشان خاطر انت خليها 30 المرة. لا طبعا برضه يعني. في حد يسأل تاني ولا حاجة؟ يا جماعة في في خطر يعني لساعة تاكسي لما توجد حراميين أو أي حاجة كده؟ سواء التاكسي نفسه ولا حراميين؟ لا أي حاجات يعني خطيرة لساعة تاكسي، لسواء تاكسي. مثل حرامي تدخل التاكسي أو يعني الحرامي يخش تاكسي يحاول يسرق. ايوه طبعا بتحصل كتير. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا قلت لك ان 20 سنه سواق تاكسي عدت عليا الحاجات دي، بس وانا صغير يعني كنت لسه شربت يعني شربتها بمعنى ايه ان انا يعني اتعملت فيا. بس الحمد لله دلوقتي بيبقى ليا نظريه في البني ادم اللي قدامي. فبيجي يقول لي مثلا انا رايح المشوار الفلاني، اولا الاتجاه بتاعه مش كويس، يعني المنطقه اللي هو رايحها مش كويسه، هو شكله مش كويس، ما يركبوش. لان بتحصل العمليات الوصف كتير كتير جدا بالنسبه للتاكسي. انا عايز اقول لك على حاجه، احنا قبل الثوره كان الراكب بيخاف من سواق التاكسي، يقول لك اديني ملبسه يغمى عليا، ياخد مني الموبايل، ياخد مني الفلوس، ياخد مني دلوقتي العكس، سواق التاكسي بقى يخاف من الراكب. بس طبعا اي واحد اجنبي ما بنخافش منه، لان عارفين ان يعني هو لوحده. انما يعني مثلا ممكن زبون يركب معايا بشكل كويس يقول لي مكان بعيد، اروح المكان دوت الاقي في ناس واقفه مستنياه وياخدوا مني العربيه. فدلوقتي العكس، السواق بقى يخاف من الزبون. اتفضل. ايه رايك في النظام الجديد للتاكسي الابيض؟ يعني في اي حاجه تغيرت يعني الاسعار او هذا؟ انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، التاكسي الابيض دلوقتي ارخص من الابيض الاسود. صح؟ لان الابيض الاسود يعني بيقدر المشوار بزافي، مفيش عداد. تفضل تستخدم التاكسي الابيض ولا التاكسي الاسود؟ لا التاكسي الابيض، لان التاكسي الابيض هو بيجي علي يعني وحش لي انا في الفلوس، بس انا ما بعملش مشاكل مع الراكب والراكب ما بيعملش معايا مشاكل. يعني انا مشوار مثلا لو التاكسي ممكن يعمل فيه 7 جنيه، ممكن يجي زبون يديني فيه 3 جنيه لو انا شغال بالابيض واسود ما فيهوش عداد. اقول له لا انا عايز 5 مثلا، نتخانق مع بعض، يبقى ملوش لازمه. العداد بيديني حقي وبيدي للزبون حقه. ممكن ترفض طرق على مناطق القاهرة وطرق في كل مكان؟ بصي، سواء تاكسي في القاهرة فعلا عندك قلت معلومة كويسة، نوعين سواقين تاكسي في القاهرة، نوعين. نوع بيستقل بمنطقته ما يطلعش منها، يخاف يطلع من المنطقة أو بيتوه بره منطقته، ونوع تاني بيروح أي حتة. والحمد لله طبعا الخبرة يعني أنا بروح أي حتة. طب
الحمد لله. انا يعني المعادي اي سواء تاكسي خارج المعادي بخاف يروح المعادي. انا حافظ المعادي شارع شارع الحمد لله. مصر الجديده مدينه مصر. وافضل انا من الهرم. لكن ما بفضلش الشغل. انا ببقى عارف الجيزه كويس جدا. لكن ما بفضلش الشغل في الجيزه والمهندسين والدكتور. ما بفضلش فيهم الشغل. بفضل الشغل في المعادي مدينه مصر مصر الجديده لانها بتبقى رايقه والشارع بتاعتها نظيف. لو قلت لسواق التاكسي انا عايز اروح المكان ده وهو بيقول لا عاده هل ده يعني هو من النوع الاول؟ هو انا بقى في حاجتين بقى برضه. هو ممكن يكون من النوع الاول وممكن يكون ظروفه مش سامحه. يعني انا دلوقتي جاي انا وانا جاي على هنا جاي من مصر الجديده. وانا جاي لكم جاي من مصر الجديده انا معايا تاكسي تحت. لو 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 انا جاي من مصر الجديده كده واحد صور لي قال لي مثلا المعادي ينفع اجيبه؟ مش كده؟ مش هينفع. فطبعا ربنا مش طريقي. وفي حاجه ثانيه احنا من الساعه 2 للساعه 4 ده ميعاد اسمه تسليم ولادي. الميعاد دوت بص لها كل سواق تاكسي متجه للمنطقه بتاعته. تسليم ايه؟ اه تسليم ايه؟ تسليم ولادي. ولادي؟ اه ولادي يعني شكلهم ولادي. يعني العربيه بتشتغل ورديتين، ورديه صباحيه ورديه مسائيه. الصباحيه بتبدا من 7 ل 3. المسائيه بتبدا من 4 ل 12. دي الورديه، ورديه صباحيه ورديه مسائيه. من الساعه 2 ل 4 بيبقى ده الميعاد اسمه تسليم ولادي، يعني انا هروح اودي العربيه لصاحب العربيه عشان يطلع عليها سواق ثاني يشتغل الورديه الثانيه. تريح العربيه ساعه بعد كده تطلع تشتغل ورديه ثانيه. انت جيت مثلا في التحرير مثلا انا ساكن في العرب وصاحب العربيه في العرب. جيت في التحرير وقلت لي انا عايز اروح مصر ركبت حقك تفتح الباب وتركب اللي يوديني مصر الجديده. كويس؟ الساعه 2 وانا معاك في العرب الساعه كام؟ الساعه 3. انا هوديك مصر الجديده الساعه كام؟ الساعه 3 وانا معايا في الهرم 3. ارجع من الهرم من مصر الجديده للهرم الساعه كام؟ الساعه 5. صاحب العربيه هيحمل لي الورديه الثانيه. فلازم اقول لك لا. فمن 2 ل 4 دي بتبقى معاد تغيير ولادي بتلاقي كل سواق متجه للمنطقه بتاعته. لو قلت لواحد الميعاد وقال لك ماشي يبقى هو من الميعاد. اكيد. يعني 75% من الميعاد. الا لو ما كانش ده هو صاحب العربيه وما بيشتغلش حد ثاني عليه. سؤال اخر مثلا سؤال ثاني في المغرب مثلا يمكن يدخل راكب ثاني تاكسي لو كان راكب ثاني في تاكسي قبل ما يدخل التاكسي ده يمكن في مصر مثلا لو لنفرض انا شفت تاكسي وفي راكب في هذا التاكسي وانا مثلا انا عايز ادخل التاكسي يمكن ان ولا لا؟ او زبون واحد هو المفروض بالنسبه للعداد المفروض زبون واحد. بس احيانا بنستثناها ودي بتبقى قليله. ليه؟ لان سواق التاكسي الابيض عايز العداد. سواق الابيض الاسود مش مشكله راكب اثنين ثلاثه مش مشكله لان هو بيقدر المشوار تقدير بينه وبين السواق. انما بالنسبه لراكب الزبون بتاع التاكسي الابيض عايز يركب التاكسي الابيض عشان العداد. فانت اساسا معايا زبون في التاكسي مشغل له العداد. لما انت تركب معايا شغلك العداد مش هينفع هو شغال له واحد بس. مثلا في المغرب في مضغط في العداد ولو دخل راكب ثاني تاكسي السواق هو بيضغط المضغط و مثلا في سعر للراكب الاول سعر للراكب الثاني. لا 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 هو العداد بيعد عدد واحد بس الواحد بس لازم تقفل العداد خالص وتشغله من جديد عشان يبدا يعد الراكب الثاني. بعدين في يا جماعه في لعب في العداد احيانا عايزين طبعا حضرتك لازم تكون معانا في النقطه ديت. دي مهمه قوي. العداد يا ابو حصان اللي هو في الكسر السياحي اللي احنا قلناه من شويه ده بيتلعب فيه بيتغير فيه تسعيره. هو بيكسر لك 2 جنيه ونص المفروض بعد كيلو بعد كيلو يبقى 2 جنيه 75 قرش. طب انت ركبت التاكس والراجل مشي بيك ما وقفش خلي بالك ده بيعدي في الانتظار. انت ركبت التاكس كسر 2 جنيه ونص ومشي بيك 100 متر او 200 متر ولقيته عامل 2 جنيه 75 قرش مش كيلو المفروض كيلو ده يبقى حرام سواق حرام. لاعب في العداد مغير العداد يعني
يعني نصيحتك ايه لو لفت في حاله زي دي على طول؟ قول له اقف ونزلني، مش قادر اتكلم معاك، قول له العدد بتاعك مش مظبوط، اقف ونزلني. بس في حاجه، لو وقفت مكانك دقيقه العدد هيبقى ربع جنيه، ده صح؟ يعني هو كسر 2 جنيه ونص، انت ركبت ومشي شويه ووقف غصب عنه، الطريق واقف، عدى دقيقه كويس، اكسر ربع جنيه، هيبقى 2 جنيه 75 قرش، هو ده صح. انما لما يبدا يتحرك تاني برضه لازم يوصل لكيلو عشان يرمي اول ربع جنيه بعد كده، عشان يبقى 3 جنيه، لازم يتحرك كيلو. 900 متر الكيلو بيرمي ربع جنيه على طول، بعد كده كل 200 متر ربع جنيه. ده العداد العادي مش السياحي. والسياحي عموما المفروض بيشتغل بعد الساعه 12 بالليل. صح، القانون الرسمي بيشتغل بعد الساعه 12 بالليل. اعمل ايه لو زالت الزبون فلوس اكتر من اللازم يعني؟ ما اصل في زبون بيديني فلوس ازيد ما هو عارف العداد عامل قد ايه. وفي زبون ما بيبقاش عارف فبيقول لي العدد يعني انت عايز كام؟ بقول له قد كده يعني مثلا، اصل هو اللي بيدي دايما يعني مثلا العدد بيبقى عامل مثلا 17 جنيه. فالزبون بيديني 20 جنيه، بقول له لا، يقول لي شكرا خلاص. شكرا مع السلامه. هو سايب 3 جنيه. انما هو لو عايز فبقول له، انا بقول له ليك باقي كويس. هو قال لي لا شكرا خلاص مع السلامه كويس. انما مثلا اداني 50 جنيه بس هو مش لازم، اقول له ليك باقي استنى، هو عامل 17 جنيه طبعا بتفرق. غالبا بالنسبه للتاكسي الابيض الربع جنيه على طول بيتحسب جنيه، يعني العداد عمل معاك 4 جنيه وربع هتدي له 5 جنيه، بتستنى 75 قرش، تبقى بايخه شويه. لازم ندي تقشيش ولا لا؟ والله انت مسوقك طبعا، يعني حسب السواق اللي انت راكب معاه. يعني انت السائق شايف ان سواق راكب معاك انت وانت ارتحت، تبقى راجل مؤدب ما سمعكش الفاظ وحشه، ما شغلكش تسجيل عالي، ما حاولش ان هو يضحك عليك في الاجره يزود عليك في الاجره، انت بنفسك هتديله بقشيش. المصريين بيديوا المصريين في المعامله سخاي جدا، ما تزعلش مني على اي جنسيه ثانيه. سخاي يعني كويسين. يعني انا يعني مثلا لو زبون ركب معايا العدد عمل 7 جنيه بيديني 10 جنيه ويمشي. لو اي واحد ثاني بصرف النظر عن الجنسيات، اي واحد ثاني يديني 10 جنيه ويستنى 3 جنيه. يعني انا ركبت واحده معايا من المعادي من شارع 10، لو حد منكم معاك راح دجله تجيب البيبي بتاعها من الحضانه وترجع تاني، كسرت العداد قالت لو سمحت شغل التكييف كوندنشن كده اهو، ماشي شغلت التكييف. رحنا قالت لي استناني شويه، شارع ضيق جدا ما ينفعش استنى فيه. قلت لها مش هينفع، قالت لي خلاص لف من قدام. وطلعت قدام فضلت واقف لغايه ما جابت البيبي بتاعها ورجعت لها تاني. دي وقفت قدام جنب المدرسه، رجعت تاني ركبت وديتها برد باب البيت. شارع 10 ده ضيق، وبعدين من ناحيه محطه مترو المعادي، يعني لازم اخش ارجع بظهري مسافه كبيره. العدد عمل 8 جنيه. انا معايا جنيه واحد فك. هي افريقيه. عملت معايا مشكله؟ لازم تاخد الجنيه الثاني. يعني انا قلت لها انا معيش غير جنيه واحد فك. قالت لا لازم 2 جنيه. لغايه ما جه البواب قام واخد منها ال 10 جنيه واداني 8 جنيه. هي ما قدرتش خالص بقى ان انا مثلا رحت بعيد واستنيتها، ويعني ما قدرتش اي حاجه. فدي بتبقى تقدير. وشغال التكييف، شغلت التكييف ودجله رايح جاي. اتفضل. معلش معلش يا استاذ، هو في حد عاوز مثلا، هو كلكم فاهمين اللغه؟ اللغه مفهومه؟ معلش يا استاذ. لا معلش اتفضل. انا كان فكري ان ليك سؤال يعني افيدك فيه. مفيش سؤال؟ لا بس يعني عشان تقولي عشان افهم الراي اللي ده هو مساعد. ده الالف بتاعه هو لازم يسال. عامل ايه لو لقيت زبون سكان؟ اصلا معاك اولا انا ما بشوفش اسئله
انا ما بدخنش، انا ما بشربش اي حاجه الحمد لله. بس لو لقيت سكون سكران طبعا ما ركبوش، ده هيرفني يعني، وممكن يعمل لي مشكله في العربيه وشغلات طبعا، ده ما ركبوش ايا كان. واي لو مهما كان هيدفع، لان انا ما اعرفش ده ايه نظام ولا ايه حكايته. اتفضل. لما يكون معاك راكب ست مثلا، ست اجنبيه، انت في العاده بتسال اسئله يعني انت اسمك ايه؟ حاجات كده، انت دينك ايه؟ ولا تصرف ولا على حسب؟ علشان انا شخصيا لقيت انه يعني سواء ده كاسيت ممكن يسالوا اسئله كتيرة، اسئله تعتبر شخصيه في امريكا، بس هنا عادي. هي هنا عادية فعلا، بس حضرتك هو يعني احنا بنحب نعرف الناس، هو الشعب المصري كده بيحب يعرف الناس، ما بيتكلمش مع يعني البنت بس، لا والولد. يعني انا بنركب بس البنت، يعني انا على نفسي ببقى محافظ معاها في الكلام اكتر، ما بتكلمش كتير معاها علشان ما تخافش مني. انما الولد ممكن اتكلم معاها اقول له ايه عامل ايه كويس انت منين بتدرس هنا كده بس، انما البنت ببقى قليل الكلام جدا معاها. احيانا بضطر ان انا اتكلم معاها عشان اطمنها، تبقى خايفه. يعني انا ركب معايا في مره كان لسه الدايره ده معمول جديد، ست كبيره ومعاها بنت عروسه يعني، وعايزين نروحوا الحي السابع. الحي السابع ليه طريقين دلوقتي بعد ما الدايره اتعمل، ليه طريق معدي من دار السلام قريب جدا ومختصر، وليه طريق الف الدنيا عشان اروح. بس الطريق المختصر ده بالنسبه لهم جديد، وبعد نمشي في وسط تراب مقابر. فانا قلت لهم في طريق قريب، قالوا لي خلاص مش منه. فانا لما نشوف من الطريق لقيتهم خايفين جدا. البنت قعدت في حضن امها كده وامها. فانا في الاول شغلت القران، فبرضه ما يعني اطمنوا شويه. وبعدين لما دخلنا في وسط التراب خافوا برضه، فقعدت ادردش معاهم في الكلام ويعني كده، لقيتهم فكوا واحده واحده. بس يعني مش مطمنين، ما اطمنوش بقى خالص. يعني هم يعني بداوا يطمنوا فعلا، ما اطمنوش خالص غير لما لقونا دخلنا الحي السابع فعلا وطريق مختصر جدا. قعدوا يدعوا لي، وبعدين قالوا لي احنا ده يعني شوف بقى الموقف. بعد ما كانوا خايفين مني بقوا مطمنين لي 100%. قالوا لي احنا رايحين بنك نصرف مبلغ، استنانا ترجعنا. قلت لهم ماشي، واستنيتهم ورجعتهم. فيعني احيانا الواحد بيدردش علشان يطمن الراتب اللي معاه. ما هو انت لما انا اتكلم معاكي، يعني شوفي انت احنا بنتكلم مع بعض، وانا ده نفس اسلوبي وانا في العربيه برضه. انت كده تحكم عليا ان انا ايه؟ بصراحه تحكم عليا ان انا انسان وحش ولا انسان كويس؟ كويس. مجامله ولا حقيقه؟ من كلامك. الله يخليك. فده برضه نفس اللي بيحصل في العربيه. لما بلاقي حد قلقان فبضطر اكلمه عشان يطمن من ناحيتي. لو انا وحش تعرف ان انا وحش على طول. لو انا اتكلمت وانا وحش تعرف ان انا وحش على طول. فانا بضطر اتكلم احيانا عشان اطمن الزبون اللي معايا. معلش نصيحتك ايه يعني لو لقيت مثلا لو ركبت مع سواق وباين عليه هو وحش ممكن يغشني او حاجه، ممكن يعني انزل على طول و يعني اجري؟ بص اقول لحضرتك على حاجه، انت السواق وحش يبقى باين على شكله. اولا قعدته في العربيه قعدت بلطجه، يعني مش عارف يعرف البلطجه ولا لا، هتلاقيه قاعد عامل كده اتفضلي. كويس؟ السواق المحترم اتفضلي يا فندم، عينيا حاضر، المكان اللي انت عايز اوديه. السواق المحترم كويس، ده اول هام. تاني حاجه، انت لو مثلا ركبتي معاه وحسيت ان هو فعلا وحش، قلت له خلي بالك انا قبل ما اركب خدت ركب العربيه من على الباب، اي مشكله هروح للشرطه على طول، انتهى. هيمشي معاك زي الالف، زي الالف يعني يمشي كويس. هي الناس بيخافوا من الشرطه بس ليه؟ عشان رقم العربيه. هو رقم العربيه ممكن يعمل له مشكله، ممكن يعمل له محضر، ممكن يعمل له خف. وبعدين لو حتى دلوقتي ما بيخافش من الشرطه، بس لسانها ترجع، ورقم زي ده ممكن يعمل له محضر، يعمل له قضيه. ما هي مش هتيجي النهارده، هتيجي بعد سنه، بس ممكن ياخد فيها سجن. في ستات بيسوقوا تاكسي.
هو كان حصل واحدة أو اثنين بس في القاهرة اللي سواء تاكسي بس ما مش ما دفعوش لأن بتهيألي يعني الرجالة بس هيسيبوا الرجالة وسواني تاكسي الرجالة وطلع مع الحريم بقى مش فما مش هينفع يعني صعب شوية المهنة دي أساسا سواقة التاكسي في القاهرة مهنة صعبة في القاهرة أنا بطلع مع صبحي حبي سواق سواق أوتوبيس بطلع السعودية وصبحي حبي بنشوف خمس أيام بس من الأزمة اللي في القاهرة هنا بس وبقيت مثلا شهرين أو ثلاث شهور متعة السواقة طبعا بالنسبة لسواق القاهرة متعة يعني كأنك يعني دخلتني الجنة إنك تدينا عربية 10/10 شوارع 10/10 تجهيزات 10 كله 10/10 شوارع ضيقة طرق ضيقة بس هما خمس أيام اللي بتتعب فيهم اللي هما بتوع الحج بس كمان السعودية بتفضل سواقين هيئة مال عام مصر أو سواء بتاخده موسم الحج لأنه متعود على الزحمة بتاعت البلد هنا فمش تفرق معاه هناك مفيش أي سواق ساب في موسم الحج غير السواق المصري. أنا خش التاكسي بالمرة وكان السواق يعني شاب يعني كان لطيف قوي بس ما بيعرف كويس يعني السواق وكان بيركز أكثر على على أحمد مهدي يعني اللي كان جاي على إيه؟ على أحمد مهدي اللي كان جاي من الرياض يعني كان بيستمع ولا بيسوق يعني ففي في هل رخصة لازمة ويعني في ويعني في حالة كتير السن يعني يمكن ما هي المؤهلات اللازمة للسواقة؟ المؤهلات اللازمة للسواقة أولاً يقدر خدمة عسكرية أو معاف منها ثانياً يميد القراءة والكتابة ثالثاً الكشف التربية كده دي الثلاث حاجات كويس بالنسبة للي معاه مؤهلات أنا معاه مؤهل معاه فن يعني مؤهل فوق متوسط بالنسبة للمؤهلات بيقدم المؤهل كده ما بتحلش قراءة وكتابة والجيش لازم يقدم شهادة الجيش أو الإعفاء منها والكشف التربية هم اللي بيعملوه دي الثلاث حاجات مش مهم يكون بيعرف يسوق بيعرف يسوق بقى خلاص وبعد كده بيمتحن سواقة بقى والله هو ممكن انه يكون ما بيعرفش يسوق وانت عارف ممكن بفلوس يكون ما بيعرفش يسوق ويروح يدفع فلوس كتير يطلعوا له رخصة بس اهم حاجه الثلاث حاجات دول ما ينفعش يدفع فيهم فلوس لازم يتخرج من الجيش يعني لازم اعمل سنة في الجيش ولازم يعرف كيف يقرا ويكتب وثالث شيء لازم كشف التربية كشف التربية لازم يكون متخرج المدرسة الثانوية لا 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 يفيد القراءة والكتابة طب لو انت ما يعني معاك مؤهل زي تقدم صورة المؤهل مش لازم ما هو بيفيد القراءة والكتابة هيعرف ازاي ان هم يعني بيمتحنوه المرور بيمتحن طالما ما معهوش شهادة المرور بيمتحن طب معاه شهادة بيقدم صورة الشهادة وبيبقى يعفى من القراءة والكتابة من الامتحان بتاع القراءة والكتابة على فكرة أغلبية السواقين اللي سنها صغير بيبقى متهور شوية احنا كلنا كنا انا وانا شاب كنت متهور في السواقه شويه فانت لو عايز تركب مع سواق بقى راسي ويمشي كده تمام التمام المفروض ما يحدش على حد ولا حد يحدف عليه ولا يشتم حد ولا حد يسوق بتنقل اللي هو سنه شويه يعني مش كبير قوي بس في المعقول انما الشباب الصغير بيبقى متهور شويه في السواقه في قاعده التاكسي هذا في القاعده ولا مش في نقابة للإتحاد؟ نقابة؟ لا مفيش نقابة للتاكسي في نقابة للسواقين. في نقابة للسواقين اسمها نقابة النقل البري. نقابة ايه؟ النقل البري. نقابة النقل البري دي نقابة السواقين. انما بالنسبة للتاكسي مفيش نقابة للأسف. وكانوا فكروا ان هم يعملوا نقابة وكده وما نجحتش. ليه؟ لقوا الفلوس وعملوا نفسه. من باب قالوا هننزل اعلانات وهم كان في مكتب فتح وقال احنا هنعمل نقابه للسواقين للتاكسي لملاك التاكسي التاكسي الابيض بالذات وهنعمل اعلانات على التاكسي ويبقى اشتراك سنوي وهنجيب لكم مبالغ كويسه لما تنزل اعلان على التاكسي هتاخد اعلان ده كانوا بيقولوا هننزل شاشه ال سي دي على ظهر الكرسي واحنا رحنا اشتركنا وكده على هذا الاساس معانا ورق يثبت الكلام ده
بس المبالغ اللي هم خدوها مننا صغيره ما تخليناش نجري وراها. يعني ما 25 جنيه من كل تاكس، انا بالنسبه لي 25 جنيه مش مشكله، انما هو بالنسبه له لما يكون مثلا 10,000 تاكس وكل تاكس 25 جنيه عملت معاه مبلغ. وبعد كده قال يا جماعه انا مش قادر. ليه؟ قال شركات الاعلانات متعسره ومش قادرين ونستنى عليها شويه. طبعا استنى عليها شويه ده خلاص. لو تكون في نيابه السواقين في نيابه السواقين فوائد ايه؟ فوائد نقابه السواقين ان هي تاخد مننا كل سنه مبلغ بس. انما في حاجه بترد علينا كلام فاضي، اي كلام. يقول لك المولود لو جالك مولود 25 جنيه. طب 25 جنيه مره واحده خلاص. إذا انت في نقابه ولا لا؟ لازم اخش النقابه. لازم يعني لما باجي ارخص الرخصه بتاعتي لازم جنب النقابه. لو ما فيش نقابه ما يبقاش رخصة. يعني انا لما امتحنت سواقه امتحنت ثلاث مرات، الثالثه والثانيه والاولى. ما امتحنتش في ال 22 سنه دول امتحنت ثاني خلاص. لكن كل تجديد في الاول كنا بنجدد كل سنتين لازم جواب النقاب. دلوقتي بقينا نجدد كل ثلاث سنين لازم جواب النقاب. لان بيستفيدوا هما بيه، انما احنا ما بنقعدش علينا اي حاجه. ما انا عشان اروح اعطل نفسي يوم عشان اخد 25 جنيه عشان مولود كلام فاضي. ربكم بأي مستويات المجتمع يعني شيوخ مبارك السياسيين يعني ركابكم من أي مستويات؟ يعني مستويات عليا وقت يعني في بص بالنسبة للتاكس يعتبر يعني أنت بتتكلم مع الركاب ويعني مبارك تعلم أشياء جديدة يعني في بالنسبه للراكب احنا بنشيل كل المستويات. لان في واحد مستواه ان هو ما يقدرش يدفع حق التاكس بس ظروفه هتجبره ان هو يركب تاكس. يعني راح مستشفى انت ما كنتش معاه مثلا زي اللي معاه الست اللي كانت بتقول من شويه. لا هيروح يركب اتوبيس، هو في الاتوبيس بنص جنيه، التاكسي ممكن يعمل 10 جنيه. هو مع ظروفه حاسس يعني جت على كده لازم يجيب 10 جنيه ويركب التاكس. وفي نفس الوقت يعني مثلا في الصنايعيه اللي هم يعني الاعمال الحرفيه يعني زي النجار حداد ده بيبقى معاه عده وعده ثقيله. فالاتوبيس مش هيخش لغايه باب البيت عنده او باب الورشه او باب المصنع يشيل العده، لازم ياخد تاكس. مين كان اشهر راكب يعني في هذا؟ مين ايه؟ اشهر راكب اشهر راكب يعني كان في ممثل او مبارك سياسي هي كانت اسمها يعني كان في ممثله يعني ركبت معايا مره بس انا ما عرفتهاش كانت نازله السيده زينب وهي حاولت تفكر لي بنفسها وبعد كده انا افتكرتها وبرضه عملت نفسي مش فاكرها. يعني هو احيانا يعني انا انت مش عارفني انا مشهور وانت مش عارفني طب انت يعني عايزني اعرفك ليه؟ جايز مش عايز تدفع اجر بقى. شكرا. النقابه عندهم موقف سياسي معين في الانتخابات ولا ايه؟ النقابه؟ النقابه النقابه مع الحكومه. ما اصل هي الحكومه مسنداها. فالنقابه مع الحكومه، الحكومه كلها يمين هي يمين. شمال هي شمال، ما يهمش السواء ده ما يهمهاش في حاجه. وبعدين في النقابة المفروض لو انا مثلا عملت حادثة او في مشكلة معايا وانا في القسم المفروض تجيب لي محامي. مفيش حاجة زي كده بتحصل. طبعا كل ده كلام بس مش أي حاجة زي كده بتحصل. انت او حضرتك فريق كتاب تاكسي بتاع الفيلد الخليجي كتاب التاكسي؟ لا اسم الكتاب اسمه تاكسي؟ طيب على كل حال يعني الكتاب ده هو بيقول ان سواقي التاكسي هم يعني ميزان الحراره بتاع الشارع المصري يعني بالنسبه للسياسه والحاجات دول.
يعني في رايك هو بيقول ليه؟ لان انا بحتك مع الشعب كله. يعني بيركب معايا النهدي اللي هو الحلفي، بيركب معايا كل الناس. بعرف قراءة كل الناس. وفي نفس الوقت لما يكون السوق شغال معايا، يعني يكون في شغل عندي، يبقى البلد فيه حركة. وفي شغل في حركة. هنركب معايا وائل غنيم، انت تعرف وائل غنيم؟ ايوه. وائل غنيم. احنا كلنا خمس سنين. ايوه. وائل غنيم ده يعني يعتبر هو مشعل الثورة المصرية. هو اللي نظمها على الفيسبوك والكلام ده، وائل غنيم ركب معايا. فأول ما شفته كان ركب معايا مدينة نصر، رايح مصر الجديدة. فأول ما شفته يعني أنا شبهت عليه، يعني ما تأكدش إن هو، فبقول له هتيجي شكلك مش غريب عليا. قال يعني بتشبه عليا؟ قلت له أنت، قال لي وائل غنيم. قلت له أنت رايح عامل إيه؟ فدردشنا مع بعض، قال لي بس طمني السوق عامل إيه معاك؟ بقول له سؤال غريب أوي. طب انت ليه بتسال على السوق عندنا يعني؟ قال لي يا ست لما تكون الحركه عندك شغاله ورجعت لطبيعتها اعرف ان البلد بدات تتحرك. يعني المصانع هتشتغل والشركات هتشتغل و... قلت له لا الحمد لله العمليه بقت احسن بس مش زي الاول. حد يسال تاني؟ حضرتك رايك ايه في الميكرو بيزنس؟ حسب الله ونعم الوكيل. ما تخلينا سيرة حلوة. سواء الميكروباص يعني أكتر واحد خاف منه في الشارع. لأنه مرة واحدة إيه وبعدين الصاب بتاعه حديد شديد. هو لما يخبط العربية عندك هيبهدل العربية عندك وهو ما فيهوش حاجة، مش هيغفل له حاجة. وبعدين بيكسبوا فالغالبية فيهم بيشربوا. بيشربوا مخدرات يعني في فلوس كتير فبيشرب بيشرب مخدرات الغالبيه يعني مش كلهم فيهم قله كويسين بس الطائفه دي اساسا كلهم مش يعني الكويس فيها ما يعرفش يعيش في وسطهم يعني المؤدب ما ينفعش يشتغل في وسطهم مش هيعرف فلازم يبقى كله وحش فانا مش عايز اظلم واقول كلهم ولا غالبيتهم هو يشربوا المخدرات لما بيسوقوا؟ ايوه هو سايق بيشرب مخدرات بس مخدرات ايه يعني؟ ايه حشيش؟ حشيش بانجو برشام خمور برشام؟ اه كل حاجه برشام برشام مخدر حبوب كيمياء كيمياء اه عندنا في العاميه بقى بنقول برشام كيمياء بس فيهم ما بيشربوش يعني هم مش كلهم بيشربوا فيهم اه ناس يعني قليله ما بتشربش بس ما يمنعش ان هو اخلاقه يعني بقت زيهم عندي سؤال انت قلت في فلوس طبعا في ميكروبوسات ولكن ليه كل الرجال الكويسين اختاروا التاكسي ولكن الرجال الوحشين اختاروا الميكروبوس انا اقول لحضرتك على حاجه هو دي حاجه بتاعت ربنا بقى انا دلوقتي لو كنت شغال على ميكروباص كان لازم اخلاق تبقى زيهم غصب عني هو بيتعامل اولا يعني بالعافيه بالدراية لو مش كده مش هيحمل عربيته ومش هيشتغل فلازم الكل يبقى كده بالوضع ده طبعا للاسف احنا اساسا الحكومه ما نظمتش الناس دي لو عملت لها مواقف ونظام وطابور هتنظم الناس دي انما ما سايباهم فما فيش نظام عندي سؤال اتفضل ايه الفرق بين الحوارات اللي كانت بتحصل في التاكسي قبل الثوره وبعد الثوره؟ الناس كانت بتقول ايه قبل كده ودلوقتي بيقولوا ايه؟ وانت بتتكلم معاك قبل الثوره كنا بنتكلم في الكوره بعد الثوره فاحمد شفيق ومحمد مرسي بس الكلام في السياسه بقى اكتر بعد الثوره ما حدش بيتكلم في الكوره نهائي مش هتصدق كده نهائي اتخانقت في اي مره مع حد في تاكسي عشان رايه سياسي او هو اتخانق معاك عشان رايه هو واحده ست وانا حاولت اقول لها الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه انا مع محمد مرسي وانت مع احمد شفيق فهي لما عرفت ان انا مع محمد مرسي حرام عليكم بوظتوا البلد يعني طبعا واحدة ست هعمل معاها ايه؟ فاضطريت ان انا اوصلها يعني على غضب مني يعني بالعفو
لغايه ما نزلت لها. ومره ثانيه برده كان شاب من المعادي، انا اغلبيه شغلي بحب اشتغل في المعادي يعني. وبعدين انا كنت مشغل الراديو، كان قبل الانتخابات الرئاسه، الانتخابات اللي فاتت بيومين، فتره الدعايه، كانوا جايبين على راديو مصر حلقه بنت احمد شفيق عماله بقى توصف في افعاله، وقع طياره وعمل. انا بستغرب ازاي راديو يجيب كلام فات زي ده، يعني واحده بتقول بابا وقع طياره، وبابا موت واحد، وبابا عمل مش عارف ايه، وبتحكي حاجات غريبه. فانت ايش عرفك ان هو دي الحاجات دي حقيقه ما بتكذبش عليك؟ فانا قاعد، كان معايا شاب جميع، فهو لقاني منتبه قوي للحديث فافتكرني من اتباع احمد شفيق. قال لي احمد شفيق كويس ومش عارف ايه، مش عايز بقى كل راكب هركب معايا يقول لي انا مصري وانت احمد شفيق مشكله كل شويه. فسبته ما اتكلمش. فالمهم قعد يقول لي كويس وافعاله وقع. فقال لي على فكره انا من حمله احمد شفيق في المعادي. قلت له العربيه على جنب، ثم بطل العربيه. قلت له انت بتتكلم جد؟ انت من حمله احمد شفيق في المعادي؟ قال لي اه. قلت له ده كام؟ قال لي لا ما تاخدش حاجه احنا بنعمل. قلت له يعني انت عايز تقول لي انك انت بتخدم واحد حرامي، واحد كان ضد الثوره ببلاش؟ مش ممكن، ليه مصالح. والدك شغال معاه، حد من قرايبك شغال معاه، انتوا بتاخدوا فلوس. قال لي لا احنا وامي قال لي ان هو كان حرام. قلت له مش انت نزلت التحرير؟ قال لي اه نزلت التحرير. قلت له لا ما نزلتش التحرير. انت لو نزلت التحرير زي ايه؟ لما دمك اتحرق لما قال خليهم معاك. انا الصبح جبت لهم البونبوني والشاي. قال لي لو سمحت نزلني. قلت له مع السلامه. ايه محدش يسأل تاني؟ محدش حصلت معاه مشكلة مع سواق تاكسي قبل كده ولا حاجة؟ ايوه بس كان في الأرض. في الأرض. نجيبهم من الطيارات ونعلمهم هنا. عندي صديق أمريكي وبقى له هنا 10 سنوات وعايز يعني يصبح رجل تجارة هنا، وعنده فكرة يعني في خصخصة الميكروباصات، يعني عايز يعني يسوق ميكروباص في التكييف وفي يعني شاحن للسيلفونات يعني و يعني ايه رايك في هذا المشروع في دار؟ امريكي؟ امريكي بس بقى هنا اللي يعني هو مصري خالص هو تي جي خالص هو بيتكلم هو مصري خالص مصري خالص مصري زيك كان طبعا والله هي الباصات دي الميكروباصات دي تنجح في المشاوير في السفريات يعني الميكروباص مكيف وفي شاحن في حاجات زي كده في السفريات يعني مثلا القاهره اسكندريه القاهره مطروح كده مش انما داخل البلد ما تنفعش لازم يكون بين البلدين بين المدن يا انت تكييف هتشغله كل شويه باب يتفتح واحد ينزل وفي نفس الوقت العربيه هتتبهدل وهو مش هيستحمل مش هيستحمل الشغل ده ومش هيعرف يجيب المصريين اللي شغالين في الفندق هنا في القاهره انما ممكن يحط رجله يعني يشتغل في موقف مثلا اسكندريه يروح موقف اسكندريه يشوف مين اللي هو ماسك واحد اسمه اللي ماسك الموقف بيبقى واحد بياخد فلوس من السواقين ده اللي بيبقى ماسك الموقف في الاول بيديله فلوس كتير لغايه ما يثبت نفسه ان هو بقى في الموقف خلاص بالعربيه دي بتاعته وبيجي ليه دور يحمل القاهره ونفس الحكايه في اسكندريه بيروح يشوف مين اللي ماسك الموقف هناك وفي الاول برضه بيديله فلوس كتير لغايه برضه ما يثبت نفسه بعد كده يدفع زي السواقين اللي بتدفع تقريبا بيدفعوا على الدور 20 جنيه او 25 جنيه فوق الكراكن يعني 20 جنيه كل راكب لا اجره التراكب يعني هما بيدفعوا للكابتن اللي هو اللي انا بقول لك عليه ده بيدفعوا له اجره راكب واحد يعني الراكب اجرته 25 جنيه في 15 نفر او في 14 راكب هو بيديله 25 جنيه واحده بس بيدي للراجل ده 25 جنيه واحده بس امتى هيكون على الدجاج ده في الاسكندريه؟ بعد مش كده اسكندريه مفيش عدادات في اسكندريه. احنا بنتمنى ان هم ينزلوا العدادات في اسكندريه برضه يعني هيريحوا الناس. بس بالتالي ممكن هناك تكون اعلى شويه لان اسكندريه منطقه سياحيه.
بس أفضل. شكرا.